نروح لتقرير عن مباراه المنصوره وحرس الحدود اللي اقيمت في المنصوره، والمنصوره خسر 1-0. طبعا انا عايز اقول حاجه مهمه جدا يا جماعه، مرحله بناء الفريق اي فريق مرحله مؤلمه جدا. انت بتعمل فريق جديد، انا ماشي من عندي الفرقه كلها ما عدا 2 لعيبه اللي هو خالد سامي وفيليكس، هم بس اللي باقيين في الفريق، فدي حاجه صعبه جدا. لازم يبقى في تعثرات طبعا، وترجع مره تانية. اي فرقه في العالم بتبدا تبني فرقه جديده، بفرقه مبنيه في اسبوعين. يعني انا كنت بلعب ماتش الجونه يوم مش عارف قبليه باسبوعين، كنت بلعب الجونه بعديه باسبوعين على طول لعبت ماتش دمنهور في الدوري الممتاز به، فكان الموضوع صعب جدا بكون فريق في اسبوعين. حتى في ظل الكلام عن عدم الهبوط والهبوط، كنت مش عارف تجيب لعيب دوري ممتاز ولا لعيب ممتاز به. فطبعا بناء الفريق طبعا مرحله مؤلمه، طبعا لسه يوم الاحد، فطبعا دي كلها ضغوطات كبيره جدا على الفرق. الفرق كلها بتضغط، اللي فوق بيضغط اللي تحت، ودي كويس جدا بالنسبه لنا ان المنافسه بين اكتر من فريق عشان خاطر بيبقى في قوه في المنافسه. فاركو موجود، ابو قير موجود، الاولمبي موجود، بلدية المحله موجود، الحرس موجود، 5-6 فرق في دائره المنافسه. اعتقد العمليه هتبقى مشبان غير في اخر الموسم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، تعبنا الفتره اللي فاتت جامد، الكره ما كانتش ماشيه معانا، ربنا كرمنا النهارده و معنا جهاز محترم، يعني ما كانش يستحق الفتره اللي فاتت اللي كان بيحصل. كان ملازمنا سوء توفيق بطريقه غير طبيعيه الماتشات، بس الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرم. يعني دي تكون بدايه لينا ان شاء الله، ربنا يكرم في اللي جاي باذن الله، نعدل الترتيب ونوصل يعني ان شاء الله باذن الله للهدف اللي احنا عايزينه.